من الأهداف الحلوة قوي اللي مرت في حياتي الكروية. الهدف ده في مرمى مرسى تونسي والنتيجة كانت 4-1، وكانت نزلت آخر نص ساعة في المباراة وكانت النتيجة 0-0، والهدف ده التاني من الأهلي. آخر نص ساعة كسبنا 4-0 في المباراة دي. الهدف برضه ليه قصة، لأن أنا حقيقة كنت راجع من إنجلترا، كنت عامل حاجة في رقبتي، كنت بعارك رقبتي، وده أول هدف ليا بعد العودة من العلاج. من الأهداف اللي أنا مقدرش أنساها، لأن الحقيقة قد كده الواحد بيحب بيعمل يعني بينجح في شيء معين بيكون فخور بيه. يعني أنا من الأهداف اللي أنا فعلا ما أقدرش أنساها في حياتي، وفكرت فيها ونفذتها، ولكن التوفيق طبعا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، التوفيق اللي هو تروح بالشكل ده بالقوة دي وفي الزاوية دي. فالأهداف اللي أنا شايف حتى دوت اللي صلحها ده كابتن منتخب تونس من الجبالي، وهو قايم وطب دماغه عشان ما تجيش فيها. الحمد لله يعني، وكان نتيجة كويسة.